أنا نشكر الله تركت البيت 5 دقايق قبل الانفجار وما صار لي شيء. حسيت بالانفجار أنا بالسيارة ودغري عرفت إنه صار شيء. كنت خايفة كتير أكيد. رجعت على البيت ولقيت بيتي كله مكسر، بس أنا مصيبتي ماشي. شوفوا المصايب يلي عم بتصير بالطرقات وتحت بالأشرفية وبان مخايل وشميزة وببيروت كلها. أنا بيتي بدبي، يعني أنا تقريبا بدي 15 دقيقة على البور من بيتي. فتخيلوا قد ايه كان أول انفجار تهز الإزاز وكسر الإزاز كله عندي بالبيت. بس عم فكر شو ممكن يكون صار بالعالم يلي بيوتهم قريبة على البور أو بيوتهم تحت ببيروت. شي بزعل، شي بيكسر القلب عن جد. وفي عالم اليوم مش زعلانة بس حاقدة، فحم قلبها وصار قلبها أسود من ورا اللي صار معهم. في عيال فاقدة ولادها وفي أولاد فاقدين أهلهم. ما بيستاهل لبنان اللي صار فيه، ما بيستاهل أبدا. لليوم نحنا ما عنا تفسير، مش عارفين كيف وليه صار هيك. كلنا زعلانين، متنا من جوا. ما في كلام بيعبر على اللي نحن حاسين فيه.